كل الناس هذوك اللي راهم يعني يشوفوا باللي الإعاقة راهي نهاية العالم، بالعكس نشوف أنا باللي بداية، يعني تقدر تقدم، تقدر تخدم كما يكون وضعك. سلاف ذهبي حرفية من ذوي الاحتياجات الخاصة، نسكن في ولاية جيجل. أنا في الأول كنت حرفية، لكن حبيت نزيد نطور من نفسي، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة ما يقعدوش محشورين مثلا غير في عمل واحد، يعني يقدروا يكونوا متطوعين حتى في وضعية إعاقة يقدروا يساعدوا. ملي بديت العمل التطوعي عندي واحد 5 سنين مع ناس الخير، ناس الخير كندا وناس الخير في كل مكان، يعني منين يكون الخير نكونوا احنا طبعا احرار، نساعدوا ذوي الاحتياجات الخاصه، مثلا نديروا لهم نداء على مثلا كروسه ولا البيكي ولا اي حاجه تخص ذوي الاحتياجات الخاصه، وطبعا باش نعطي صوره اخرى اللي راهم رافدينها على ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني كنت قلت من قبل باللي ذوي الاحتياجات الخاصه ماشي غير يعني يساعدوا فيهم، يعني حتى هما يقدروا يقدموا، يقدروا يساعدوا ويكونوا فعالين في المجتمع. ابرز نشاطاتي هي اللي تنقلت بها من جيجل لتيزي وزو لما كان الحريق في فصل الصيف. طبعا احنا شاركنا مع ناس الخير اللي قدموا الاعانه، وانا رحت بنفسي، يعني كانت ظروف صعبة جدا، وكنت أعاني من عندي مرض ارتفاع في الضغط، ورغم هذا رحت والحمد لله، يعني قدمت حتى أنا وقدرت نوصل للمكان. كاين ناس بزاف يتسائلوا على الوضعية تاعي، على علاش راني هكذا. انا كنت نقعد نورمال يعني في الكروسه كيما الناس العاديين، ولكن حدث لي ظرف صحي في العمود الفقري، رجعت ما نقدرش نقعد، يعني شديت الفراش، ومن بعد انا من النوع اللي نحب نتحرك، يعني ما نقدرش نحكم الفراش طول حياتي. فكرت هذه الوضعيه انه باش هبطت الكروسه هكذا، ومن بعد رجعت نتنقل مثلا الكوزينه، نروح للبالكو، غير بالعقل سبحان الله لقيت هذه الوضعيه تناسبني، ونقدر نخدم بزاف، يعني نقدر في الكوزينه مثلا نطيب، نغسل الماء، عندك شغل تجيني قريبه هكا الارض، يعني رجعت نخدم كثر على كنت قاعده في الكرسي. طبعا كل الناس هذوك اللي راهم يعني يشوفوا باللي الاعاقه راهي نهايه العالم، بالعكس نشوف انا باللي بدايه، يعني تقدر تقدم، تقدر تخدم كما يكون وضعك، يعني لذة العطاء، يعني لذة لا توصف، يعني أي إنسان يقدم ويساعد راح يكون مرتاح في حياته.